السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. اليوم راح إن شاء الله نكمل حديثنا عن الفصل الثامن من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، واللي نتحدث به عن الميموري مانجمنت، إدارة الذاكرة، واللي مثل ما ذكرنا سابقا هو يتحدث بشكل رئيسي عن إدارة الذاكرة الرئيسية اللي هي المين ميموري أو الراندوم أكسس ميموري أو الرام مثل ما نسميها. يعني كل الأمور اللي راح نتحدث عنها هنا هي فقط وظائف نظام التشغيل في إدارة الذاكرة عند أثناء عمل الحاسبة. واحدة من الوظائف الرئيسية لنظم التشغيل أو الـ Operating Systems أثناء عمل الحاسوب هي ما يسمى بالـ Swapping. الـ Swapping هي عملية الاستبدال. بعض العمليات أثناء تنفيذها في داخل المعالج تحتاج أنه يتم استبدالها، يعني إخراجها من الرام وإرجاعها إلى الهارد مثلا، أو إخراجها من مسجلات النظام أو من الكاش وإرجاعها إلى الرام لإدخال عمليات أخرى نحتاجها في الوقت الحاضر. العملية طبعا أيضا مثل ما ذكرنا بعض الأحيان نحتاج أن نستبدلها بشكل مؤقت، يعني خارج الذاكرة، ونضعها في ما يسمى بالباكينج ستور. الباكينج ستور قد تكون هي الكاش إذا كنا نتحدث عن الريجسترز، أو قد تكون هي الرام إذا كنا نتحدث عن الكاش، أو قد تكون هي الهارد ديسك إذا كنا نتحدث عن الرام. يعني دائما هي تكون الذاكرة الخلفية الأكبر حجما يعني، واللي أيضا يفترض أنه تكون أقل سرعة. And then brought back into the memory for continued execution. يعني مثل ما ذكرنا العملية تحتاج بعض الأحيان أن تخرج خارج الذاكرة ويتم خزنها في خزن احتياطي مؤقتا، ثم بعد ذلك نقوم بإرجاعها مرة أخرى لكي يقوم المعالج بإكمال تنفيذها. ما هو السبب في حاجتنا إلى السوابينج؟ لماذا نحتاج بعض الأحيان أنه نقوم بإخراج عملية معينة وإدخال عملية أخرى؟ لأنه غالبا الـ Total Physical Memory Space of the Process can exceed the Physical Memory. حجم العمليات في أغلب الأحيان يكون هو أكبر من حجم الذاكرة. يعني مثلا كمثال إذا كنا نعمل على برنامج الماتلاب، الماتلاب كحجم هو يتكون من يعني 30 40 50 جيجا بايت. فعندما نقوم بتنفيذ الماتلاب من المستحيل انه نقوم بجلب كل الماتلاب وكل مكوناته وكل ملفاته ووضعها في داخل الرام، لانه لن يكون كافيا. فكل اللي نقوم بجلبه هو جزء من الماتلاب اللي هو الكور الخاص به او الامور الرئيسيه. بعد ذلك عندما نحتاج شيء معين نقوم باخراج الاشياء التي لا نحتاجها ونجلب الشغلات اللي نحتاجها، وهكذا تستمر عمليه السوابينج طيله في عمل المعالج، لانه مثل ما ذكرنا الفيزيكال ميموري أو الذاكرة الرئيسية أو الذاكرة الفيزيائية تكون أغلب الأحيان هي أصغر حجما من الحجم الكلي للعمليات أو البروسيسز أو البروغرامز يعني بصورة عامة. الباكينج ستور مثل ما ذكرنا هو عبارة عن fast disk large enough to accommodate copies of all memory images for all users. هو عبارة عن يعني جزء من الذاكرة يجب أن يكون كبير جدا لكي يحتوي على نسخ من كل العمليات التي هي قيد التنفيذ لكل المستخدمين. And must provide direct access to these memory images. وأيضا يجب أن يوفر وصول مباشر إلى هذه النسخ من هذه الأنواع من الذاكرات. الرول أوت والرول إن هي عمليات الإخراج وعمليات الإدخال. يعني العملية التي نحتاج إخراجها من الذاكرة حاليا وإرجاعها إلى الباكينج ستور نسميها يعني نسمي هذه العملية هي رول أوت. الرول إن هو إرجاع جلب العملية المعينة أو جزء من العملية من الباكينج ستور إلى المين ميموري. هذا أيضا نسميها عملية رول إن، يعني إدخالها مرة أخرى. الميجر بارتس اوف سواب تايم، يعني اغلب الوقت الذي يقضيه السواب تايم هو يكون في الترانسفير تايم، يعني عمليه النقل، اتخاذ القرار في انه ما الذي سنخرجه وما الذي سندخله مره اخرى. هذا يستغرق وقت قليل، الا انه اغلب الوقت نقضيه في عمليه الترانسفير تايم اللي هو نقل الملفات ما بين الذاكره الرئيسيه والباكينج ستور. التوتال ترانسفير تايم طبعا ايضا يعني زمن النقل الكلي يتناسب بشكل طردي مع الحجم الكلي للذاكره اللي نحتاج انه نعمل لها سوابينج. السيستم مينتيند ريدي كيو، طبعا نظام التشغيل دائما يحافظ على ما يسمى بالريدي كيو، اللي هو ايضا مثل ما ذكرنا سابقا هو عباره عن كيو طابور موجود في الذاكره الرئيسيه للعمليات التي هي جاهزه للتنصيب، والتي يعني نحتاج انه يعني وتكون نسخ الذاكره الخاصه بها موجوده في الديسك او الباكينج ستور. هل انه العمليات التي نقوم بعمليه السواب اوت او الرول اوت الخاصه بها عندما نقوم بعمليه الرول ان مره اخرى هل نحتاج انه نقوم بوضعها في نفس الفيزيكال ادرس؟ يعني إذا أخرجناها من مكان معين في الرام وضعناها في الهارد ثم بعد ذلك احتجنا أنه نقوم بجلبها مرة أخرى من الهارد إلى الرام، هل يجب أن نضعها في نفس الفيزيكال أدرسز الموجودة في الرام؟ طبعا الجواب على هذا السؤال هو أنه depending on the address binding method، هذا الشيء يعتمد على طريقة الربط للعناوين ما بين الفيزيكال أدرسز واللوجيكال أدرسز اللي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة. إضافة إلى ذلك أنه بعض الأحيان نحتاج ما يسمى يعني بعض الكونسيدريشنز، الأمور اللي نحتاج أنه نأخذها بالاعتبار اللي هي البيندنج انبوت اوتبوت أو نقل العمليات ما بين يعني أجزاء الذاكرة. كل هذه الأمور يجب أن نأخذها بالاعتبار عندما نقرر هل أنه يجب أن نضع العملية مرة أخرى في نفس الفيزيكال أدرس أو لا. طبعا هناك نسخ معدلة من عملية السوابينج أو الاستبدال موجودة في مختلف نظم التشغيل من اليونكس واللينكس والويندوز.
بشكل طبيعي السوابينج نورمالي ديسيبلد، يعني تلقائيا اول ما تبدأ الحاسبه تشتغل يكون السوابينج معطل، يعني لا يعمل. يتم العمل بالسوابينج ونبدا بعمليه الاستبدال، اخراج البيانات او يعني عمليات من الرام الى الهارد وارجاعها مره اخرى. عندما تتجاوز عمليه تخصيص الذاكره فشيء معين ثريشولد اللي هو حد عتبه معين، يعني مثلا ممكن ان يكون هذا الشرط موجود في نظام التشغيل انه اذا تم تخصيص 80% من الرام الى العمليات حاليا ابدا عمليه السوابينج، اي انه قم باخراج مجموعه من هذه العمليات وارجاعها الى الهارد وجلب العمليات الاخرى اللي هي اكثر اهميه واللي هي اقرب الى التنفيذ من قبل المعالج. بعد ذلك ايضا نرجع نعمل عمليه الديسيبل اللي عمليه السوابينج اذا قلت الحاجه الى الذاكره عن حد معين اللي هو حد الثريشولد او حد العتبه اللي هو قد يكون نسبه مئويه 50% 60% اعتمادا على نوع نظام التشغيل. هذا المخطط هو يبين لنا يعني السكيماتيك فيو اوف ذا سوابينج، يعني الشيء الذي يحصل في داخل يعني الحاسوب اثناء عمليه السوابينج. طبعا هنا عندنا المين ميموري الرام بالبدايه ايضا مثل ما ذكرنا في العناوين الصغيره او من العنوان 0000 يبدا نضع نظام التشغيل، بعد ذلك تاتي اليوزر سبيس او اليوزر بروجرامز او اليوزر بروسيسز. اي واحده من هذه العمليات لا يحتاجها المعالج في الوقت الحاضر وانما يحتاج عمليه اخرى، هذا العمليه نقوم بعمل سواب اوت، يعني نقوم باخراجها نقلها حاليا، طبعا نقلها مع كل النتائج المؤقته التمبوراري ريزلتس اللي نتجت عنها او نتجت عن تنفيذها حتى الان، نقوم بنقلها الى الباكينج ستور. باكينج ستور طبعا هنا ممكن مثل ما ذكرنا قد يكون هارد ديسك او فلاش رام او غيرها من انواع الذواكر الاخرى، ونقوم بعمليه سواب ان الى العمليه الاخرى التي نحتاجها حاليا. هنا عندما نجد سواب اوت وسواب ان نعرف بانه المعالج كان يعمل على البروسيس بي 1 وحاليا هو يحتاج ان يعمل على البروسيس بي 2، فقمنا باخراج البي 1 وقمنا بادخال البي 2، وهكذا تستمر عمليه السوابينج. الكونتكست سويتش تايم انكلودينج سوابينج. الكونتكست سويتش شرحناه احنا في الفصول الاولى، يعني الشابترات الاولى من المنهج، اللي هو عمليه تبديل السياق، انه اذا كان المعالج يحتاج هذا هو بالضبط، يعني هذا الموضوع هو هذا سواب الكونتكست سويتش. اذا كان المعالج يعمل على عمليه معينه ثم انهى العمل عليها واحتاج ان يعمل على عمليه اخرى، نقوم باخراج العمليه الحاليه وادخال عمليه اخرى. هذا الشيء قد يحصل ما بين السي بي يو ريجسترز مسجلات المعالج مع الكاش، او ما بين الكاش والرام، او ما بين الرام والهارد، يعني ما بين اي نوعين من انواع الذاكره التي يتعامل معها المعالج. فايضا يعني هنا هو نفس الشرح اللي تحدثنا عنه، اذا كانت العمليه المقبله التي يحتاجها المعالج غير موجوده في الذاكره نحتاج انه نقوم باخراج عمليه معينه وادخال العمليه التي نريد العمل عليها اللي هي التارجت بروسيس. ولذلك الكونتكست سويتش اللي هو تبديل السياق الزمن المستغرق له يمكن ان يكون طويلا جدا. كمثال اذا كانت لدينا عمليه حجمها 100 ميجا بايت واحتاجنا انه نقوم باخراجها من الهارد ديسك وارجاعها مره اخرى، وعرفنا بانه الترانسفير ريت معدل النقل هو 50 ميجا بايت بالثانيه الواحده، فهي يعني 100 ميجا بايت معناتها راح تستغرق ثانيتين لاخراجها. السوايب اوت تايم هو 2000 ملي سكند اللي هي 2 سكند يعني. بعد ذلك نحتاج انه نقوم بادخالها مره اخرى، فبالتالي يعني اخرجناها بثانيتين ثم قمنا بارجاعها بثانيتين مره اخرى، فيكون المجموع الكلي للكونتكست سويتش هو 4000 ملي سكند اللي هي 4 ثواني. فبالتالي لاحظ انه يعني الزمن المستغرق لاخراج العمليات من الرام الى الباكينج ستور وارجاعها مره اخرى يستغرق الكثير من الوقت. لتقليل الحجم يعني لتقليل الكونتكست سويتش تايم نقلل حجم الذاكره اللي نحتاج انه نقوم باخراجها وارجاعها مره اخرى. ولكن كيف نعرف ما هو حجم الذاكره اللي نحتاج انه نقوم باخراجها وارجاعها مره اخرى؟ نستخدم ما يسمى بالسيستم كولز اللي هي نداءات النظام ايضا موجوده في نظم التشغيل اللي تدعم لنا هذا الشيء، اللي هي ريكوست ميموري وريليس ميموري. هذا ايضا موجوده في الكثير من لغات البرمجه مدعومه من قبل اي بي ايز ابلكيشن بروجرامينج انترفيسز لدعم اخراج البيانات، او يعني ريكوست ميموري وريليس ميموري هذا مقدار الذاكره اللي نحتاج انه نقوم بتخصيصها وعمل سواب ان وسواب اوت لها. وهنا الريليس ميموري هو الذاكره اللي نعمل لها سواب اوت بعد ان يكتمل العمل عليها. ايضا other considerations as well on swapping، الامور الاخرى اللي نحتاج انه ناخذها بعين الاعتبار بالنسبه للسوابينج هي البندنج انبوت اوتبوت. بعض الاحيان حتى اذا اردنا ان نقوم بعمليه انبوت اوتبوت ما نقدر نعمل هذا الشيء اذا كان لدينا انتظار لجهاز ادخال واخراج، اذا كان لدينا عمليه نقل من شبكه او من جهاز خارجي او غيرها، فيجب ان ننتظر يعني لكي لا يقوم الجهاز الادخال والاخراج بالاتصال بالرونج بروسيس بعمليه اخرى خاطئه. كذلك always transfer input output to a kernel space then input output device، دائما يعني ننقل البيانات الخاصة بأجهزة الإدخال والإخراج إلى حيز من الذاكرة نسميه kernel space وبعد ذلك ننقلها إلى الجهاز، وهذه اللي هي العملية نسميها double buffering. وأيضا راح أضيف لنا overhead، راح أضيف لنا فتح عبء إضافي وتأخير إضافي.
الستاندرد سوابينج مثل ما ذكرنا، يعني عملية الاستبدال القياسية اللي شرحناها، هي غير موجودة وغير مدعومة في أغلب نظم التشغيل الحديثة، ولكن هناك نسخ معدلة منها، واللي هي سواب أولي وان فري ميموري إكستريملي لو، واللي هي تعمل عملية السوابينج فقط إذا كانت الحيز الذاكرة المتاح أو الفارغ قليل جدا. عملية السوابينج في الموبايل سيستمز طبعا، لأنه حاليا أصبح لدينا نظم تشغيل خاصة بالموبايل فونز أو السمارت فونز اللي هي يعني الآي أو إس والأندرويد وغيرها، أيضا عملية السوابينج موجودة فيها، ولكنه نوت تيبيكالي سبورتد، يعني تكون غير مدعومة بشكل طبيعي، يعني لأنه حاليا احنا نستخدم فلاش ميموري، واللي هي تكون سمول اماونت اوف سبيسز، يعني حجم الذواكر الخاصه بالهواتف الذكيه يكون اصغر بكثير من حجم الذواكر الموجوده في الحواسيب الشخصيه او اللابتوب او غيرها، وبالتالي عندنا ليميتد نمبر اوف رايت سايكلز، يعني عدد محدود من دورات الكتابه للبيانات، بور ثروبوت بتوين ذا فلاش ميموري اند ذا سي بي يو اون موبايل ثرو بلاتفورمز، يعني هنا الثروبوت اللي هو عدد البيانات او عدد العمليات المنفذه في الثانيه الواحده يكون قليل جدا ما بين الفلاش ميموري والسي بي يو في انظمه الموبايل بلاتفورمز مقارنه مع الـ يعني السيرفرات والورك ستيشنز واللابتوبس والبي سيز وغيرها. فبدلا من ذلك يعني انستد يوز اذر ميثودز فور فري ميموري فلو، يعني بدل من السوابينج راح نحتاج انه نستخدم في طرق اخرى لتحرير الذاكره اذا كانت الذاكره متوفره قليله جدا. بالنسبه لانظمه الاي او اس يعني اللي هي الهواتف من شركه ابل، ستطلب من التطبيقات voluntarily relinquish allocated memories، يعني اذا احتاجت في ذاكره معينه لتطبيق لتنفيذ في تطبيق معين، فراح تطلب من التطبيقات الاخرى ان تتخلى طواعيه عن الذاكره المستخدمه من قبلها. طبعا read only data thrown out and reloaded from the flash if needed، الذاكره البيانات اللي هي للقراءه فقط راح يتم اخراجها مباشره من الفلاش ميموري وارجاعها مره اخرى، يعني نعملها swap out ثم swap in. Failure to free can result in termination، يعني هنا اذا فشل نظام الاي او اس في يعني جعل التطبيقات الاخرى تتخلى طواعيه عن الذاكره المخصصه لها، فهذا سيؤدي الى termination، الى ايقاف عمل التطبيق الحالي، لانه ليس هناك ذاكره كافيه لهذا التطبيق. بالنسبه لانظمه الاندرويد راح تقوم بعمليه terminates applications if low memory flow free memory but first write application status to the flash for fast restart، يعني بالنسبة لأنظمة الأندرويد تستخدم فت استراتيجية أخرى، وهي أنه تقوم بعملية إنهاء لعمل التطبيقات الحالية اللي هي غير مستخدمة حاليا إذا كانت الذاكرة متوفرة قليلة جدا، ولكنه قبل أن تقوم بعملية termination أو إنهاء عمل هذه التطبيقات تقوم بحفظ حالتها الحالية اللي هي application status، واللي أيضا ذكرناها في الفصل الثاني أو الثالث بالprocess management. الابليكيشن status هي الحالة الحالية للتطبيق أو البروسس اللي هي النتائج الموجودة حاليا وكل الأمور الأخرى، هذه نخزنها قبل ما ننهي التطبيق لكي نحرص على الفاست ريستارت، يعني اذا اراد المستخدم اعاده تشغيل هذا التطبيق مره اخرى راح تكون الحاله السابقه مخزونه فيكون لدينا اعاده تشغيل سريعه. طبعا بوث او اس سبورت بيجينج از ديسكاست بيلو، كل من نظامي التشغيل الاي او اس والاندرويد يدعمون البيجينج. البيجينج اللي هي ايضا واحده من خصائص او واحده من طرق اداره الذاكره من قبل نظم التشغيل، يعني واللي راح نتحدث عنها ان شاء الله في المحاضرات القادمه. الكونتيكيوس الوكيشن، التخصيص المتسلسل، طبعا يعني هذا ايضا واحده من الخصائص او واحده من الاستراتيجيات اداره الذاكره من قبل نظم التشغيل. احنا نعرف بانه المين ميموري ماست سبورت بوث او اس اند يوزر بروسيسز، يعني الذاكره الرئيسيه يجب ان تحتوي على نظام التشغيل والعمليات الخاصه بالمستخدمين، لانه احنا عندنا ليميتد ريسورسز ماست الوكيت افيشنتلي، لانه الذاكره الرئيسيه عاده تكون محدوده الحجم، حتى اليوم يعني عندما تكون هي 8 جيجا بايت او 16 جيجا بايت او حتى 32 جيجا بايت يبقى هو ليميتد ريسورسز مقارنه بحجم الذواكر يعني الثانويه الهارد وغيرها اللي هي اصبحت يعني تقاس بالتيرا بايت. فبالتالي نحتاج انه نقوم بتخصيص الذاكره الرئيسيه بشكل كفو. الكونتيجوس الوكيشن از وان ايرلي ميثود، واحده من الطرق المبكره في هذا المجال هو تخصيص المتسلسل للذاكره، يعني اذا اردنا ان نخصص فد حجم ذاكره معين الى العمليه فراح نبدا من العنوان مثلا 0005 الى 0007 اعتمادا على حجم العمليه اللي نريد نخصص لها هذه الذاكره. هنا بهذه الطريقه، يعني بهذه الطريقه في اداره الذاكره، الذاكره الرئيسيه يتم تقسيمها الى عده اجزاء. الجزء الاول راح يكون ريسيدنت اوبريتنج سيستم اللي هو يستقر فيه نظام التشغيل، والذي يكون في اللو ميموري وذ انتربت فاكتور، يعني في الاجزاء الصغيره من الذاكره اللي هي الادرسنج الخاص بها يبدا من 0000 مثل ما ذكرنا، ويحتوي ايضا على انتربت فاكتور لكي يقوم بنقل النظام او المعالج الى مكان محدد للتنفيذ عند الحاجه الى ذلك.
وايضا الجزء الاخر من المين ميموري يجب ان يكون اليوزر بروسيسز والتي تكون هي للهاي ميموري، وايضا يعني راح يكون لها حجم اكبر من الذاكره المخصص لها. Each process contained in a single contiguous section of memory. بهذه الطريقه من الاداره للذاكره الرئيسيه راح تكون كل عمليه موجوده في قطعه واحده متسلسله او متتاليه من الذاكره، يعني لن تكون هناك قطعه متفرقه لكل عمليه. هنا أنا أيضاً على مود نحرص على أنه كل واحدة من هذه القطع الخاصة بكل واحدة من العمليات لا تتجاوز على القطع الأخرى، نستخدم ما يسمى بالريلوكيشن ريجسترز اللي هنا البيس ريجستر والليمت ريجستر اللي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة. هذه تستخدم لحماية عمليات المستخدمين من بعضها البعض الآخر، وكذلك تحمي نظام التشغيل من التغيير عليه من قبل عمليات المستخدمين. البيس ريجستر أيضاً مثل ما ذكرنا هو يحتوي على قيمة أصغر عنوان فيزيائي للعملية. الليمت ريجستر يحتوي على طول هذه العملية، يعني هو اللينث الطول الكلي لهذه العملية، وكل عنوان منطقي يجب أن يكون أقل من الليمت ريجستر. الميموري مانجمنت يونت أيضا مثل ما ذكرنا في المحاضرة السابقة راح تقوم بتحويل العناوين المنطقية بشكل ديناميكي. Can then allow sections such as kernel code being transient and kernel changing size. بهذه الحالة إذا أصبح لدينا عملية تحويل بين العناوين الفيزيائية والعناوين المنطقية بشكل ديناميكي، هنا عندنا عملية الكيرنل كود راح تكون ترانزينت يعني مؤقتة، وهنا طبعا راح يكون لدينا كيرنل changing size، يعني الكيرنل اللي نقصد به هو لوب النواة أو نواة النظام، ممكن أن يتغير حجمها باستخدام الدايناميك ميموري مانجمنت يونت. هنا هذا هو الهاردوير سبورت للريلوكيشن اند ريجستر ليميتد ريجسترز. المعالج مثل ما ذكرنا يطلق ما يسمى باللوجيكال ادريسز اللي هي العناوين المنطقيه. كل عنوان منطقي يجي يدخل على هذه الميموري بروتكشن يونت اللي هي راح يختبر هل ان هذا العنوان المنطقي اقل من الليميتد ريجستر. اذا كان نعم اوكي، اذا كان لا فهذا راح يصير عندنا تراب اللي هو ادريسنج ايرور، هناك مشكله في العنوان لانه هذا العنوان يحاول الوصول الى حيز ذاكره هو خارج حدود العمليه الحاليه. اما اذا كان اقل من الليمتد ريجستر معناته هذا العنوان صحيح. بعد ذلك نقوم باضافه الريلوكيشن ريجستر اللي هو البيس ريجستر، نقوم باضافه هذه القيمه بعمليه يعني ادنج يعني جمع طبيعي، هذا هو اللي يحصل عندنا في الميموري مانجمنت يونت. بعد ذلك راح ينتج عندنا الفيزيكال ادرس، يعني بالتالي حولنا اللوجيكال ادرس الى فيزيكال ادرس بعد ان قمنا باضافه البيس ريجستر قيمه البيس ريجستر الى اللوجيكال ادرس. بعد ذلك نصل الى الذاكره الرئيسيه اللي هو هنا مثل ما ذكرنا الذاكره الرئيسيه ترى العناوين الفيزيائيه فقط، اما المعالج فيرى العناوين المنطقيه فقط. المالتيبل بارتيشن الوكيشن هذا ايضا يعني واحد من الطرق الاخرى لاداره الذاكره، يعني سابقا كانت كونتيجوس الوكيشن بانه كل قطعه او كل بروسيس لها يعني جزء محدد من الذاكره ويكون هذا متسلسل يعني غير مقطع. هنا ممكن ان يكون لدينا مالتيبل بارتيشن الوكيشن، يعني انه كل عمليه يمكن ان نخصص لها مجموعه من القطع الذاكره، يعني عناوين تبدا مثلا من 10 الى 20 ثم من 50 الى 75 حسب انه يعني حجم الذاكره المتوفر واللي يكون فارغ في ذلك الوقت. فهنا عندنا الديجري اوف مالتي بروجرامينج ليميتد باي ذا نمبر اوف بارتيشنز، يعني مثل ما ذكرنا درجه المالتي بروجرامينج هي ما هو عدد البرامج او العمليات التي نستطيع تنفيذها في الوقت الواحد، يتم او تعتمد عاده على النمبر اوف بارتيشنز على عدد قطع الذاكره التي نقوم بتجزئه الذاكره لها. وايضا ممكن يكون لدينا يعني fixed length partitions او variable length partitions، يعني الذاكره ممكن انه نقوم بتجزئتها الى قطع متساويه الحجم او قطع مختلفه الحجم. ال variable partition اللي هو الاجزاء مختلفه الحجم sizes for efficiency size to a given process needs. هنا ممكن انه نقوم بتجزئه الذاكره الى قطع مختلفه الحجم واللي هي مثل ما راح نشوفها بعدين نسميها segments، وهذه طبعا تكون اكثر كفاءة لانه كل عملية راح تاخذ الحجم يعني المناسب لها. ربما تكون غير كفوءة من ناحية تخصيص الذاكرة لانه راح تحتوي على عمليات اقل مثل ما راح نشوف بعدين. الهول هنا الفجوات اللي هي عبارة عن blocks of available memory، يعني اذا كانت لدينا نظام تشغيل ثم العملية رقم 5 مثلا ثم العملية رقم 2، هذا المساحة الفارغة حاليا هي مثلا العملية رقم 8، بعد ان تكتمل العملية رقم 8 وتخرج من الذاكرة المساحة المخصصة سابقا لها سيتم تحريرها فتكون عبارة عن هول اللي هي عبارة عن فجوة أو حيز ذاكرة فارغ يمكن استخدامها للعمليات الأخرى. بعد ذلك إذا وصلت عندنا العملية رقم 9 ممكن أنه نضعها في جزء من الحيز الفارغ. بعد ذلك إذا وصلت عندنا العملية رقم 10 أيضا نضعها في الجزء المتبقي، وأيضا هنا ظلت عندنا فت هول صغيرة اللي هي عبارة عن فجوة صغيرة حيز ذاكرة صغير غير مخصص، وهكذا يتم تخصيص الذاكرة. فعندما تصل عملية معينة يتم تخصيص الذاكرة لها
from a hole large enough to accommodate it. يعني عندما تصل عندنا عملية معينة إلى الرام يتم تخصيص الذاكرة لهذه العملية من فجوة يجب أن تكون كافية كبيرة بشكل كافي لكي تحتوي هذه العملية. يعني إذا كانت العملية واصلة لحجمها 30 ميجا بايت يجب أن نبحث عن فجوة تكون حجمها 30 ميجا بايت أو أكثر لكي تستطيع أن تستوعب هذه العملية. The process exits frees its partition adjacent free partitions combined. العملية عندما يتم يعني exit تنتهي تنفيذه تقوم بتحرير الجزء المخصص لها والأجزاء الفارغة المتجاورة يجب يتم جمعها سوية. يعني هنا إذا كانت عندنا مثلا في هذه اللحظة إذا كانت البروسس 10 أيضا انتهت فهذه راح نجمعها كلهن سوية. يعني هذا الهول مع المتبقي يعني المساحة الفارغة من البروسس 10 راح يجمع سوية في فجوة واحدة جديدة وهكذا. طبعا operating system maintain information نظام التشغيل يجب أن يقوم بالمحافظة على المعلومات الخاصة بالأجزاء المخصصة والأجزاء الفارغة في كل لحظة من لحظات التنفيذ. الدايناميك ستورج الوكيشن بروبلم هنا يعني كيفية ما هي الهول الكافية التي يجب أن نخصصها لكل عملية. كيف نقوم بتحقيق طلبات سايز n from a list of free holes. يعني إذا وصلت عندنا عملية معينة كان حجمها n ما هي الفجوة التي نقوم بتخصيصها لهذه العملية. هل نقوم بتخصيص أول فجوة كافية لها، هل نقوم بتخصيص أكبر فجوة كافية لها أو ماذا. عندنا هنا ثلاث طرق لتخصيص الحيز الفارغ لكل عملية اعتمادا على حجمها. الأول يسمونه الفيرست فيت وأيضا من اسمه يعني هو معناتها أول فجوة كافية للعملية نقوم بتخصيص العملية لها أو نقوم بتخصيص هذه الفجوة لهذه العملية. البيست فيت هو تخصيص أصغر فجوة كافية. الورست فيت هو نقوم بتخصيص أكبر فجوة كافية. طبعا هسه راح نعرف يعني تعريف كل واحدة منهن وإن شاء الله في المستقبل أيضا نشرح أمثلة بالأرقام على حل هذه الأمور لأنه أغلب الأحيان يعني يكون هناك سؤال في الكورس الأول الكورس الثاني متى ما كان هناك امتحان بهذه المادة يعني دائما يكون هناك سؤال عن كيفية استخدام الفيرست فيت والبيست فيت والورست فيت. فإن شاء الله راح نأخذ عليها أمثلة رقمية في المحاضرة القادمة. الفيرست فيت أيضا مثل ما ذكرنا تخصيص أول فجوة كافية للعملية. يعني إذا كانت العملية حجمها 50 وكان لدينا فجوة حجمها 50 أو 51 أو 52 راح نقوم بتخصيص هذه الفجوة أول واحدة مباشرة إلى هذه العملية. البيست فيت هو نقوم بتخصيص أصغر فجوة كافية لهذه العملية ولكنه هنا راح نحتاج أنه نبحث في كامل الليست كامل القائمة للفجوات الفارغة unless ordered by size إلا إذا كانت هي يعني مرتبة حسب الحجم. produces the smallest leftover hole هنا إذا كانت إذا كنا سنقوم بتخصيص أصغر فجوة كافية للعملية فالليفت اوفر الفجوه المتبقيه راح تكون هي الاصغر. يعني لانه يعني نفترض اذا كانت لدينا العمليه حجمها 50 ووجدنا انه اصغر فجوه كافيه لها حجمها 55 فبالتالي الليفت اوفر هول الفجوه المتبقيه راح يكون حجمها 5 فهنا راح يكون عندنا دائما اصغر فجوه متبقيه. فبالتالي هذا الشيء يعني على الرغم انه هي بيست فيت وقد تبدو انه هي الاكثر كفاءه الا انه سيكون لدينا الكثير من السمول ليفت اوفر هولز يعني الكثير من الفجوات الصغيره المتبقية وهذه ممكن أنه لا يتم استخدامها بشكل كفوء بالنسبة للعمليات المستقبلية. على النقيض من ذلك الورست فيت أنه نقوم بتخصيص أكبر فجوة متوفرة لأي عملية تأتينا شرط أن تكون كافية طبعا. وأيضا هنا نحتاج أنه نقوم بالبحث على يعني في the entire list نقوم بالبحث في قائمة كل الفجوات المتوفرة. هنا راح يوفر لنا produces the largest leftover hole. هنا قد يأتي هذا السؤال أنه إذا كان لدينا best fit وإذا كان لدينا first fit لماذا نحتاج الworst fit؟ إذا كنا نريد دائما أن نقوم بإبقاء فجوات متبقية كبيرة فالworst fit راح تكون أفضل من البقية. أما إذا كنا دائما نريد استغلال أقصى عدد من العمليات في الوقت الواحد فراح تكون best fit هي الأفضل طبعا. هنا هو يعني ينطفد استنتاج يقول بأنه الfirst fit والbest fit is better than the worst fit in terms of speed and storage utilization. الfirst fit والbest fit هي أفضل من الورست فيت من ناحية السرعة والاستغلال للخزن. على يعني على الرغم من أنه مثل ما ذكرنا الورست فيت ممكن أن تكون أفضل إذا كنا نريد دائما إبقاء فجوات كبيرة. الفراجمنتيشن طبعا هذا أيضا يعني نوع من أنواع المشاكل اللي يواجه نظام التشغيل في إدارة الذاكرة الرئيسية وإن شاء الله راح نتحدث عنها في المحاضرة القادمة. شكرا جزيلا ومع السلامة.